بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل، وعلى مشايخنا وأساتذتنا، وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها، وعلينا وعلى ذوينا وعلى أحبابنا وعلى سائر المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم قول الشارح: ومن أقوى شبه المعتزلة أنكم متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا، وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف، مقروءا بالألسن، مسموعا بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. لذلك هم قالوا أن القرآن مخلوق، لذلك قالوا القرآن مخلوقنا. فإذا هذا أقوى شبه لرأيهم هذا. فإذا أشار المصنف إلى الجواب بقوله. فإذا قول الشارح: ومن أقوى شبه المعتزلة هو توطية لقول المصنف، وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا. سبق أن ذكرنا أن القرآن له إطلاقان. ثم سبق أن ذكرنا أن هذه الشبهة، يعني المعتزلة، تمسكوا بهذه الأمور، يعني كون القرآن مكتوبا، كذلك كونه مقروءا، كونه مسموعا، هذا السماع والقراءة والكتابة من سمات الحدوث. أجبنا عنه أن هذا لا يرد علينا، بل هذا يتوجه إلى الحنابلة الحشبية، هم الذين قالوا بقدم يعني الحروف والأصوات وكل هذا، أما نحن فلا نقول بقدم هذه الحروف والنقوش والأصوات، بل نقول إنها حادثة، لكن القرآن كلام الله، يعني هي صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى، وهو أمر آخر. للقرآن إطلاقان ذكرنا. إذن إنكم أقوى شبه المعتزلة أنكم متفقون، هذا خطاب ما أهل السنة، يعني أهل السنة متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا. ثم هذا المنقول إلينا بين دفتي المصاحف، بين جلدي المصاحف تواترا، هو مكتوب مقروء مسموع، فالقراءة والكتابة والسماع من سمات الحدوث. إذن نجبنا عنه
وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة، فأشار إلى الجواب بقوله وهو، أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا، أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. فإذا هذا المكتوب هو كلام الله، يعني ما يدل على كلام الله تعالى، هكذا يكون العبارة تكون هكذا، الكتابة تكون هكذا، يعني رجل يكون في نفسه معنى ثم هو يعبر عن هذا المعنى الموجود في ذهنه إما بلفظه أو بكتابته. فإذا هذه الكتابة وهذا المكتوب وهو دال على ما في ذهن الرجل، أو هذا الملفوظ بلسانه يدل على ما في ذهنه، كذلك هذا المكتوب دال على كلام الله تعالى. لذلك كما نقول المعنى الموجود في ذهن زيد مكتوب في هذه الورقة، كذلك ملفوظ بلسانه مسموع بالآذان، كذلك نقول هنا أيضا القرآن هو مكتوب في مصاحفنا، القرآن يعني كلام الله مكتوب في مصاحفنا، أي بأشكال الكتابة. كيف يكتب بأشكال الكتابة؟ يكون هناك أشكال مختلفة، وهذه الأشكال صور الحروف الدالة عليه، هذه صور الحروف، كذلك أشكال الكتابة دالة على ما؟ دالة على كلام الله تعالى، على القرآن القائم بذاته تعالى صفة نزلية. محفوظ في قلوبنا، أي بالألفاظ المخيلة، الحفظ يكون بالألفاظ المخيلة. ثم كذلك مقروء بألسنتنا، هذه هي القراءة بالحروف الملفوظة المسموعة، أما الألفاظ المخيلة يكون بها الحفظ، حفظ القرآن وحفظ سائر المعاني، لا يسمع ذلك اللفظ، أما هذا اللفظ يسمعه. مسموع بآذاننا، بذلك أيضا يعني بالحروف الملفوظة المسموعة مسموع بآذاننا. نعم أيضا. ثم غير حال فيها، يعني لو كتب القرآن أو لو قرئ القرآن أو لو حفظ القرآن أو لو سمع القرآن، هل يحل القرآن في مصحفنا أو في قلوبنا أو في بألسنتنا أو في آذاننا؟ لا يحل. هذا الحلول أو اعتقاد الحلول هو من أسباب الشرك أو من الشرك، حلول الله سبحانه وتعالى أو حلول صفة من صفاته في شيء من في شخص من الأشخاص أو في حيوان من الحيوانات أو في جماد من الجمادات أو في شجرة من الأشجار أو في كوكب من الكواكب أو في أي شيء أو في أي موجود، هذا من اعتقاد المشركين هو شرك، لذلك غير حال فيها لا يحل فيه. يعني نظيره كما قلت، أن يوجد في ذهن زيد أو في أذهاننا معنى، ثم عندما نعبر عن ذلك المعنى الموجود في أذهاننا بألسنتنا أو نكتب ذلك المعنى في أوراقنا في دفاترنا، هل يحل ذلك المعنى في الدفتر؟ لا يحل. وكذلك هل يحل ذلك المعنى في اللسان؟ لا يحل. وهكذا غير حال بها، أي مع ذلك ليس حالا، مع ذلك يعني مع الكتابة والقراءة والحفظ والسماع ليس القرآن كلام الله حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان،
بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه. يعني هذا دال، أنا أعبر، يعني أنا أشرح هذه العبارات في ذهني معاني، أنا أعبر عن هذه المعاني. فإذا أول ما يوجد من هذه الأمور المعنى في الذهن، ثم أنا أعبر عنه، أنا أتحدث بهذا المعنى، فالمعنى باق في ذهني، هذا لا يزول. نعم. كذلك هنا أيضا يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيل. يمكن أن يحفظ هذه المعاني، مثلا يعني هذا حفظ هذه العبارات وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، غير حال فيها، هكذا يعني من أول العقائد النسفية إلى آخرها. نعم. واحد يعني أولا يقرأ، فإذا يوجد في ذهنه هذه المعاني، ثم يكرر هذه الألفاظ، يردد 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 حتى يحفظ، فإذا يكون محفوظا بألفاظ مخيلة، فإذا المعنى كان محفوظا، وكذلك المعنى يعبر عنه، وكذلك لو عبر عنه ولفظ به يسمع، يمكن أن يكتب، يعني ينسخ هذا الكتاب في دفتر آخر، في كتاب آخر، هذا نسخ. نعم. فإذا يكتب في مكان ثاني هكذا. ثم ويحفظ بالنظم المخيل، وكذا هذا النظم أيضا يدل، ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف. فإذا صور الحروف هي المراد بأشكال الكتابة، فإذا نلعته فيما سبق من قول الشاعر بأشكال الكتابة وصور الحروف، اللاتف للتفسير، عاتف تفسير هو. نعم. صور وأشكال، وهذه النقوش والصور والأشكال موضوعة معينة للحروف الدالة عليه. الدالة على ما؟ الدالة على القرآن كلام الله. نعم. كما يقال النار جوهر، يعني أنا ذكرت مثال يعني للمعنى والعبارة وكذلك للتحدث والحفظ هكذا. الشارح يذكر مثالا آخر، يعني شيئا ماديا، ما هو؟ كما يقال النار، هو أتى النار مثالا، أتى بالنار مثالا، أن يقول عنه ماذا؟ النار جوهر محرق، هذا نار مادة محرقة، لو أمسكت النار شيئا جافا تحرقه لا شك. ومع ذلك تذكر باللفظ، هذا ذكرنا عن النار، النار جوهر محرق. فإذا الذي يوجد في الخارج وهو مادة محرقة. نعم. لكن نذكر يعني النار، نعبر عن هذه النار باسم النار، فإذا النار موجود في لفظنا، يعني في لساننا، عندما نطقت بالنار بلفظ النار أو باسم النار سمعه واحد، فإذا هذا صار النار مسموعا بأذنه، بأذني أيضا صار مسموعا، كذلك صار يعني ملفوظا. كذلك يمكن الكتابة، هذا مكتوب في هذا المكان النار، فإذا صار النار مكتوبا، صار النار ملفوظا، صار النار مسموعا، كذلك صار النار محفوظا، يعني كل من يعلم اسم هذه المادة المحرقة أنها نار، فإذا يحفظ اسمه، فإذا صار النار محفوظ أيضا. هكذا أسماء كل شيء، فكذلك الكلمات كلها والعبارات كلها يكون بإزائها معاني، له هذا وجود أولي، ثم هذه المعاني تكتب، يعني تكتب عبارات تدل على هذه المعاني، كذلك تقرأ وتسمع وتحفظ، هكذا كل يعني معنى، يعني من جنسه هذا القرآن أيضا. نعم.
جوهر محرك تذكر باللفظ وتكتب بالقلم ولا يلزم منه حقنا كون حقيقة النار صوتا وحرفا. حقيقة النار ليس حرفا ولا صوتا، بل حقيقة النار يعني مادة محرقة، جوهر محرق يحرق. ثم عندما يوجد النار في لساننا عند النطق بها، هذا النار لا تحرق اللسان، فكذلك النار يكون محفوظا، يعني اسم النار محفوظ في ذهننا، يعني هذا الاسم لا يحرق الذهن، فكذلك لا يحرق الذهن عندما يسمع النار. بل لو وجدت هذه المادة في الخارج هناك تكون هذه الميزات، الإحراق، الحرارة وغيرها. ثم وتحقيقه، هكذا أجاب المصنف، ثم تحقيقه، تحقيق أي شيء، تحقيقه جواب المصنف رحمة الله عليه، ماذا؟ أن للشيء وجودا في العيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة. هكذا يمكن أن نفرض وجودات أربعة لكل شيء، وجود في العيان يعني وجود في الخارج، هذا الشيء يوجد كما ذكرنا، الماء النار موجودة في الخارج، كذلك وجود في الأذهان، وجود في الذهن، ووجود في العبارة، ثم وجود في الكتابة، هكذا وجودات أربعة. ثم هناك بحوث عن هذه الوجودات، هل كلها حقيقية أو بعضها حقيقية وبعضها مجازية، هكذا يعني المتكلم لا يعترفون بوجود الأشياء في الأذهان. وإذا كيف قال هذا؟ يعني بناء على مذهب الفلاسفة، وهذا جواب للمعتزلة، فالمعتزلة يعترفون بمذاهب الفلاسفة، لذلك رد هذا كلام رد عليهم، فإذا ذكر هكذا. ثم المتكلمون يقولون أو يعترفون بأن هذا الوجود يعني وجود مجازي ليس حقيقيا، هكذا أيضا يمكن أن يجاب. هكذا وجودات أربعة. ثم والكتابة تدل على العبارة، يعني الوجود في الكتابة يدل على وجود في العبارة. ثم وهي على ما في الأذهان، العبارة تدل على ما في الأذهان، وهو على ما في العيان، يعني ما في الذهن يدل على ما في العين، يعني على الموجود في الخارج. هكذا وجودات أربعة. هذا البيان، وبيان المناسبة بين الوجودات الأربعة. ذكر الإمام الكستلي رحمه الله تعالى، فالكتابة تدل على العبارة، قوله فالكتابة تدل على العبارة بيان للعلاقة المصححة لوصف الكلام القديم بها بما هو من صفات الألفاظ المندوقة المخيلة ونقوش الكتابة. فإذا هذا بيان للعلاقة المصحيحة لوصف الكلام القديم، يعني يوصف الكلام القديم بأي شيء يوصف؟ هو من صفات الألفاظ المندوقة المخيلة، يعني الحفظ. كيف يوصف الكلام القديم بأنه محفوظ حفظه فلان؟ كذلك كيف يوصف بأن الكلام القديم مكتوب كتبه فلان، أو يعني مندوق نطقه فلان أو لفظه فلان، هكذا سمعه فلان. فإذا هذه الوجه المصحح لهذا الاطلاق. ثم وهي على ما في الأذهان وهو على ما في الأذهان، فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا القرآن غير مخلوق، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج، يعني فالمراد بهذا القرآن القرآن الموجود في الأعيان، يعني المراد به الوجود الأول. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات،
يعني حينما يوسف القرآن بأنه محفوظ حفظه فلان، قرأه فلان، سمعه فلان، كتبه فلان، أو مكتوب في مكان كذا، مسموع في وقت كذا، هكذا. عندئذ يراد به الألفاظ المندوقة المسموعة، الألفاظ المندوقة المسموعة. الألفاظ المندوقة المسموعة متى؟ لو كان يعني الوصف بالسماع أو بالقراءة. لو كان بالحفظ فالمراد به الألفاظ المخيلة، أو يعني الحفظ أيضا يراد به الألفاظ المندوقة المسموعة. يعني سبق أن ذكرنا أن للقرآن يعني إطلاقين، فإذا هذا إطلاق واحد، هذاك إطلاق آخر، كما في قولنا قرأت نصف القرآن. يراد بالقرآن الألفاظ المندوقة المسموعة، هذا حادث. كذلك أبي المخيلة، الألفاظ المندوقة المسموعة أبي المخيلة، يراد به إما ألفاظ مندوقة مسموعة أو ألفاظ مخيلة. هذا أين؟ كما في قولنا حفظت القرآن. عندئذ القرآن يراد به الألفاظ المخيلة. ثم أبي الأشكال المنقوشة، هذا عند الكتابة، يراد به الألفاظ الأشكال المنقوشة، كما في قولنا يحرم على المحدث مس القرآن، أو مس القرآن. كذلك حمل ما كتب فيه القرآن، هكذا. فإذا يراد بالقرآن هذه الأشكال المنقوشة، ثم هكذا جاب. هذا هو تحقيق الجواب. ثم يذكر يعني يذكر الشارح جوابا عن إيراد مقدر. ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم، عرفه أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر. يعني هنا إيراد، ما هو؟ ما ذكرته من التحقيق يأبى ما اشتهر عن أئمة الأصول. يعني الشارح ذكر وحقق جواب المصنف ماذا أن للقرآن إطلاقين، عندما يوصف القرآن بما هو من صفات القديم، يراد به صفة الله تعالى، يراد بالقرآن عندما يوصف بصفات وسمات المحدثات، فالمراد به هذه الألفاظ الملفوظة أو المخيلة أو يعني أشكال المنقوشة، هكذا. لكن يأباه، يعني يمنع هذا الجواب، يبطل هذا الجواب ما اشتهر عن أئمة الأصول، يعني أصول الفقه، ما هو ما اشتهر عنه من أن القرآن هو المكتوب في المصاحف، وأنه اسم النظم والمعنى جميعا. هذا الذي قال تعريف أئمة أصول الفقه، القرآن المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، هكذا قالوا. فإذا هذا يبطل القول أن للقرآن إطلاقين، عندما يوصف بأوصاف القدم القديم فالمراد به صفة الله تعالى، وإلا هذا يعني الألفاظ المسموعة مندوقة مخيلة أو أشكال يعني منقوشة، هكذا. فإذا الجواب هذا، وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا، وجعلوا القرآن اسما للنظم والمعنى جميعا، أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى، للنظم والمعنى جميعا، معناه للنظم من حيث الدلالة، يعني يدل هذا النظم على المعنى لا لمجرد المعنى. يعني كما ذكرنا أولا القرآن غير مخلوق، كذلك كلام الله تعالى صفة نزلية قائمة بذاته تعالى،
المراد بكلام الله تعالى المراد بالقرآن المعنى فقط، يعني المعنى القائم بذات الله تعالى فقط. لكن أئمة أصول الفقه جعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا، فإذا كيف يصح جواب المصنف وجواب الشارح مع صنيع أئمة أصول الفقه؟ لا يتفق معه، لذلك شارح أجاب. نعم، من حيث الدلالة والمعنى لا لمجرد المعنى. ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم عرفه، هذا هو الجواب. جواب ماذا؟ كان الأحكام دليل الأحكام الشرعية ما هو؟ اللفظ، ليس المعنى القديم، بل هذا اللفظ الحادث الذي يدل على المعنى القديم عرفه أئمة الأصول بالمكتوب المصاحف. نعم، حاصل الجواب أن المعنى الأزلي لما لم يكن مناسبا لغرضهم لم يتعرضوا له، يعني أئمة أصول الفقه عندهم غرض، هذا المعنى القديم ليس مناسبا لغرضهم، لذلك لم يتعرضوا، بل هم ذكروا هذا المعنى، هذا الاطلاق الثاني فقط. أما أئمة علم الكلام يناسب غرضه لهذا المعنى الأول، للإطلاق الأول، لذلك هم قالوا ذلك، ثم ورد عليه اعتراضات إيرادات، وكذلك هم احتاجوا إلى رد آراء المبتدعات، لذلك هم تعرضوا للمعنى الثاني أيضا. نعم، لم يتعرضوا له وجعلوه اسما كما لما يناسب غرضهم عرفوه، هذا هو الجواب. نعم، ثم وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع، ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإصفراني رحمه الله تعالى. نعم، هذا مسألة أخرى فيما سبق بين الشارح والمصنف أيضا أن المسموع هو هذا الكلام، يعني لو وصف القرآن بما هو صفة للحوادث من كونه مقروءا ومسموعا هكذا هكذا، فإذا يراد به هذه الألفاظ المنطوقة، لا يراد به عندئذ الكلام القديم. من هذا يفهم أن كلام الله تعالى القديم لا يسمع أصلا، لا يسمع أصلا، لا يمكن سماعه. هكذا فهمنا من هذا التقسيم، من بيان هذين القسمين لكلام الله تعالى، وكذلك من بيان اطلاقين لكلام الله والقرآن، هكذا هكذا. لكن في هذه المسألة خلاف، هل يسمع كلام الله أو لا يسمع كلام الله؟ نعم، عند الإمام الأشعري رحمه الله يمكن أن يسمع. وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع، يعني يمكن أن يسمع. كيف يسمع؟ هذا بين الإمام الغزالي رحمه الله أنه يسمع بدون حرف ولا صوت، يعني في مسألة سماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى اختلف العلماء، ماذا سمع؟ هل سمع نفس كلام الله تعالى القديم؟ نعم، الإمام الغزالي رحمه الله قال هكذا، أنه سمع كلامه الأزلي أزليا من غير صوت ولا حرف، ثم هو ذكر نظيرا لذلك، يعني السماع بدون صوت ولا حرف ذكره نظير، كهذا رؤية الله تعالى بالآخرة بلا شكل ولا صورة ولا كم ولا كيف ولا جهة ولا مكان. هذه المسألة سيأتي، يعني الله تعالى يرى بالآخرة، يراه المؤمنون، كيف يراه؟ بدون جهة ولا مكان، وكذلك بلا صورة ولا شكل، وكذلك بلا كم ولا كيف، كذلك يسمع هذا الكلام، من الممكن؟ نعم، لا يمنعه العقل. هذا الذي قال الإمام
الأشعري رضي الله تعالى عنه. ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالى. فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله يسمع، معناه يسمع ما يدل عليه، كما يقال سمعت علم فلان. فموسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى، لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم، وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالى. فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، هذا في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا ماذا يسمع هذا المشرك؟ يسمع ما يدل عليه، كما يقال سمعت علم فلان، معناه سمعت ما يدل على علم فلان. فموسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى، نعم. هذا بناء على يعني اختيار الشيخ أبي منصور رضي الله عنه، وكذلك على ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى، نعم. بناء عليهم هذا السماع يعني سماع ما يدل على كلام الله تعالى. لكن وفرض الشارح هذه المسألة في سماع المشرك مشكل، هو لا يسمع كلام الله تعالى القديم أبدا، بل هو يسمع ما يدل على كلام الله القديم، يعني كما نسمع بعضنا بعضا قراءة القرآن، وكذلك كما نقرأ هذا. أشار إليه عصام الدين إبراهيم الإسفرايني رحمه الله في حاشيته. فمعنى قوله حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل، ليشعر هذا بأن الشيخ الأشعري رحمه الله لا يحتاج إلى تأويل قوله تعالى، يعني لا يحتاج إلى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله. وفيه بعث، لأنه مع جواز سماع كلام الله لا يسمعه المشرك، وليس الأمر بإجار المشرك إلى أن يسمع نفس كلام الله القديم، يعني القديم، نعم. لا يحتاج، يعني الإمام الأشعري رحمه الله لا يحتاج فيما يدل على سماع مثل موسى عليه السلام كلام الله إلى التأويل، نعم، هذا صحيح. فإذن لو جعل يعني تنظيرا فلا بس، يعني بيان الشارح يمكن توجيهه. فمعنى قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه، هذا عند الماتريدي عند الإسرائيلي عند الأشعري أيضا هكذا، هذا متفق. كذلك معنى سماع موسى عليه السلام كلام الله لو كان هكذا ترق وتنظير من المتفق إلى المختلف فلا حرج في بيان شاره، وإلا يعني كما قال عصام الدين فيه إشعار، وهذا ليس كذلك، يعني في إيجار المشرك أجره حتى يسمع كلام الله، هذا مشرك يسمع يعني هذا الكلام الحادث، نعم. أما في حق موسى عليه السلام هو ماذا سمع؟ سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى، هذا مذهب الماتريدي والإسفرايني رحمهم الله تعالى. ثم لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم، يعني لو كان موسى عليه السلام سمع هكذا كلاما، نحن أيضا نسمع كلاما يدل على كتاب الله تعالى، يعني نحن نقرأ القرآن ونسمع القرآن، نقرأ القرآن ونسمع القرآن، فإذا ماذا نسمع؟ يعني هذا صوتا كلاما يدل على كلام الله تعالى القديم، كذلك موسى عليه السلام. فما وجه تخصيص موسى عليه السلام بكلام الله؟ هذا الذي ذكر بعده، لكن لما كان بلا واسطة الكتاب، يعني سماع موسى عليه السلام كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم، أما نحن نسمع بواسطة الكتاب والملك، نعم هكذا. فموسى عليه السلام
يريد لما كان معنا سماع كلام الله تعالى سماع ما يدل عليه وكل منا قد سمع ما يدل عليه فما معنى اختصاص موسى عليه الصلاة والسلام باسم التكليم فأجاب بأنه سمع صوتا دالا على كلامه مخلوقا له من غير دخل كسب لعبد من عباده نحن لسنا كذلك نعم ثم وإن كان من جهة واحدة يعني بعض قال أن موسى عليه السلام سمع كلاما من جميع الجهات وبعض قال من جهة واحدة ثم قال رحمه الله إلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور والأستاذ أبو إسحاق رحمهم الله يعني وما قال أن موسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام وقيل سمعه بصوت من جميع الجهات من جهة واحدة ومن جهات من جميع الجهات هكذا خلاف واختار الإمام الغزالي رحمه الله أنه سمع كلامه الأزلي من غير صوت ولا حرف كما يرى في الآخرة ذاته تعالى بلا كم ولا كيف هذا كلام يعني في غاية التحقيق يعني كلام الإمام الغزالي رحمه الله وهذا يعني مذهب الإمام الأشعري رحمه الله نعم فإذا لا حاجة إلى توجيه لتخصيصه باسم الكليم لماذا؟ لأنه سمع كلام الله كلام الله القديم نحن ما سمعنا ثم فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه عنه نقرأ هذا الإقرار وفيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.